وعن قرار تمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها. انضم لنا الأستاذ محمد وهيبي، مستشار قانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي. أسعد الله مساءك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. ومساءك أيضا أستاذ محمد. يعني قرار تمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ما هو أو ما هي الانعكاسات الإيجابية في حل الكثير من هذه المشكلات؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طبعا يعني الكثير يعتقد انه قرار تمكين المرأة هو شيء جديد في المملكة العربية السعودية، او انه شيء كان غير متاح للمرأة، وهذا غير صحيح. بل ما هو الصحيح؟ جاء قرار تمكين المرأة هو تأكيدا بأن الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا تمنع المرأة بأي شكل من الأشكال بممارسة كافة حقوقها، سواء في حياتها الخاصة او حتى في حياتها العملية، يعني في ممارسة العمل التجاري، في التقدم للوظائف، في استخراج الوثائق الخاصة بها، فيما عدا جواز السفر وتصريح السفر. أما ما دون ذلك، لا توجد أنظمة في المملكة العربية السعودية نصت أو اشترطت حضور ولي الأمر. يعني هذا الجديد اللي هو جواز السفر وتصريح السفر. لا، هو جواز السفر وتصريح السفر إلى الآن ما تم البت فيه بأنه يكون لها ولا لا. ولكن في الآونة الأخيرة لو لاحظنا، والسادة المشاهدين لو لاحظوا في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح هناك إثارة بأن المرأة السعودية في المجتمع لدينا أو في المملكة العربية السعودية ليس لها حقوق، ومقموعة حقوقها ومسلوبة إرادتها، ويشترط حضور ولي أمرها في التعليم وفي الصحة وفي حتى في أجار المنزل وكذا، وهذا كله غير صحيح. فلذلك جاء هذا القرار ليؤكد أن المملكة العربية السعودية وأنظمتها الناتجة عن الشريعة الإسلامية لم تحرم المرأة من حقوقها. نعم، كان هناك جهات سواء خاصة أو حكومية تقوم باشتراط حضور ولي الأمر، صحيح. ولكن هذا كان بشكل غير نظامي وكان بشكل ارتجالي من قبل الجهة نفسها. من قبل الجهة نفسها بالضبط. لكن صحيح. في أنظمتنا نهائيا لا يوجد. كلمة أستاذ محمد تحديدا عن هذا القرار، ماذا تقول؟ القرار هذا جاء ليقوم بتعريف المرأة بحقوقها، ولعدم اشتراط أو وضع بعض الاشتراطات سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص عليها في التوظيف أو في غيرها. ولكن نصيحتي لكل مرأة قبل أن تدعي أو قبل أن تقول أن الأنظمة أو المجتمع السعودي يهاجم المرأة وأن المجتمع السعودي لا يعطي المرأة حقوقها، أن تطلع لو اطلاع بسيط جدا على الأنظمة السعودية. أنظمتها ولله الحمد حفظت حقوق الجميع وخاصة المرأة والطفل. صحيح صحيح. الله يعطيك ألف عافية أستاذ محمد وهيبي، مستشار قانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي. شكرا لك لإتاحة فرصة لنا بتسليط الضوء على هذا الموضوع تحديدا، اللي هو قرار تمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها. ومثل ما تفضلت، يعني قلت إنه بعض الجهات يعني كان هذا الشيء ارتجالي من قبلهم إنه موافقت ولي الأمر. صحيح. الله يعطيك ألف عافية. تفضل أستاذ محمد، تبغى تقول شيء؟ لا، أنا ما بس حبيت بس أني أقول أنه الجهات اللي تقوم الآن، يعني وزارة العدل قبل فترة أصدرت تعميم وشددت فيه بعدم طلب أو حضور معرف أو ولي أمر للمرأة أمام أي جهة قضائية إذا كانت تحمل الهوية الوطنية، فبالتالي ينطبق ذلك أيضا على البنوك وعلى كافة الجهات. صحيح. الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك أستاذ محمد وهيبي، مستشار قانون وعضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي. شكرا جزيلا. شكرا لكم، حياكم.